السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد الأحاديث في كتاب البر والصلة وغيرهما، فقال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وفي لفظ عند ابن حبان أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. قال: ما أنا بالذي أمرك أن تعق والديك، ولا بالذي أمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. قال: فأحسب عطاء. قال: فطلقها. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان تحت امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلقها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع كتاب البر والصلة وغيرهما، وقفنا عند حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وكذلك حديث الرواية الأخرى، حديث أبي الدرداء، وكذلك حديث ابن عمر، وكلها تشير إلى معنى واحد، وهو وجوب طاعة الوالدين وبيان عظيم حقهما في الإسلام. وتحت هذه الأحاديث برواياتها مجموعة من الفوائد. أولها أن الوالد يطلق على الأب والأم في لغة الشرع، فإذا جيء بذكر الوالد فالمقصود بذلك الأم والأب. المسألة الثانية أن الوالد أوسط أبواب الجنة، والمقصود بالوسطية هنا الخيار، والمعنى بأن الوالد منزلته عظيمة، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يدخل الجنة من أفضل أبوابها فعليه ببر الوالدين وبطاعتهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن بر الوالدين عظيم، لدرجة أن الوالد إذا أمر الابن بطلاق أو بتطليق زوجته فإنه يستجيب لهما من خلال هذه الوقائع العينية التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى المسألة الأهم، وهو ما بعد ذلك. هل إذا أمر الأب أو الأم ابنهما أن يطلق زوجته فهل يستجيب لذلك أم لا؟ ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرر المسائل، وينبغي له أن يجمع النصوص في الباب الواحد، وأيضا أن يرجع إلى كلام أهل العلم. فقد جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة فقال: إن أبي يأمرني بأن أطلق زوجتي.
فقال له أرضه ولا تطلقها، أو كلمة نحوها. فقال ألم يأمر عمر ابنه أن يطلق زوجته؟ ألم يأمر عمر ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته؟ قال وهل أبوك مثل عمر؟ رد عليه الإمام أحمد وقال هل أبوك مثل عمر؟ يعني هل هو في منزلة عمر من حيث التقوى ومن حيث مراقبة الله عز وجل ومن حيث مخافة الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك بر الوالدين لا يعني أن الإنسان يرتكب معصية إذا أمراه بذلك. ومعلوم بأن الزواج الأصل فيه الديمومة والبقاء والاستمرار، أنه لا يجوز للإنسان أن يعبث بمسائل الطلاق، بمسائل الطلاق. ولذلك العلماء يقولون إذا أمر الأب أو الأم الابن بتطليق زوجته فإن هذا راجع إلى الحالة، راجع إلى حالة كل زوج مع زوجته. فإذا ذكر الوالد، ذكر الأب أو الأم شيئا يسوغ الطلاق فيطلق، كأن يذكر الأب بأن امرأة ابنه ترتكب الفواحش أو تفعل ما يعني يخرم المروءة ويشوه السمعة مثلا، أو أن المرأة تعتدي على أم الزوج بالضرب مثلا، أو أنها تعتدي بالسباب واللعان، فنعم يطلقها طاعة لله عز وجل وبرا بوالديه. أما إذا لم يذكرها سببا بحيث أنهما قالا طلقها فقط هكذا، لأنه ما أعجبهما شكلها مثلا، أو عندها بعض الأمور التي يمكن أن تحتمل، فلا يجوز له أن يطلقها. هذا منصوص كلام أهل العلم. أما إذا ذكر سببا يسوغ الطلاق نعم، أما إذا لم يذكر سببا فلا. ولذلك قد يحصل أن الأم تغار من زوجة الابن، وهذا يحصل كثير بالاجتهاد والتأمل، تجد بأن الأم تغار من هذه الزوجة التي تعتقد بأن اختطفت ابنها، أو أن ابنها الذي كان سمعها وبصرها على الدوام بدأ الآن لا تراه وكذا، فربما نبض عرق الغيرة في صدرها وطلبت أن يطلق زوجته، فهنا لا يجوز له أن يستجيب له. الأمر الآخر أن بر الوالدين عظيم، ولذلك من أراد أن يحفظ باب الجنة فعليه ببر الوالدين، وإذا أراد أن يضيع أبواب الجنة فليعق والديه. في فائدة مهمة جدا، وهو أن أبا الدرداء رضي الله عنه حينما سأله السائل لم يجزم على الجواب، وهذا من تواضعه ومن أدبه، وإنما روى له الحديث. قال له ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. وهذا فقه صحابي عظيم، وهو أن طالب العلم يسلك مسلك الصحابة في تناول المسائل، لا سيما مثل هذه القضايا التي قد يحصل فيها خلاف ونزاع وأخذ ورد، فيقول ما أنا بالذي آمرك ولا أنهاك، لكن أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن الاحتجاج بالحديث فيه سلامة، ولذلك يقول الله جل وعلا وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكذلك من احتج بالحديث ويتركه بين يدي السائل فهذا لا شك بأن فيه سلامة. وحديث ابن عمر قال كان تحتي امرأة أحبها، كان ابن عمر يحب زوجته، فأمره عمر ابن الخطاب أن يطلقها، قال فأبيت، وهذا من خلال النزعة البشرية. فابن عمر قال كيف أطلق زوجتي
خاصة وأنه يحبها. فذهب عمر يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأنه طلب أن يطلق ابن عمر ابنه زوجته فأبى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الكلام فيه طي في اختصار، يعني طلبه النبي صلى الله عليه وسلم واستدعاه، فقال له طلقها، فذهب ابن عمر وطلقها. وهذا لا شك بأنها استجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويدل على فضيلة ابن عمر الذي استسلم لله ولرسوله وبر والده حينما طلق امرأته، وكان ابن عمر كوالده وقافا عند كتاب الله عز وجل كبقية الصحابة أيضا رضي الله عنهم. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. أحسن. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في عمره، هذا ليس على التخيير، وإنما على التحريض، التحريض، لأنه ما منا أحد إلا وهو يحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرض هذه الرغبة الإنسانية والجبلة الطبيعية بمثل هذا العرض، قال: من سره، لأنه ما منا أحد إلا ويسر لذلك ويفرح بهذا أن يزاد له في عمره. لو قيل لشخص: عمرك 40 سنة نزيده إلى 10، يفرح. كذلك الرزق، الزيادة في الرزق، النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرض على ذلك وأخرجه مخرج السؤال والعرض عليه الصلاة والسلام، أن يمد له في عمره. والمدد هنا نوعان: إما أن يكون مدد حقيقي بأن يزاد له في عمره، فإذا كان عمره مثلا 50 سنة يزاد إلى 60 أو إلى 70. وقيل مدد بركة، بأن يبارك الله عز وجل في عمره وفي أيامه، فكأن اليوم بيومين أو كأن اليوم بأسبوع. وهذا الذي استظهره كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، على أن الأعمار حسمت. الله عز وجل قال: لكل أجل كتاب. فالأعمار والآجال حسمت، قال تعالى: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال بالقول الأول جمع من أهل العلم على أنه يزاد حقيقي، لأن الله جل وعلا خلق الأسباب، وجعل لهذه الأسباب أثرا، ولذلك قد يزاد فيه زيادة حقيقية، لكن الذي يظهر بأن الزيادة زيادة بركة. وهذا سبحان الله العظيم، إذا استقرأت التاريخ وإذا نظرت في تراجم بعض العلماء وجدت هذا ظاهرا في بركة العمر، في البركة في العمر. مثلا الإمام النووي رحمة الله عليه مات وعمره 44، وقيل 46، وقد صنف مصنفات لا يتصور أبدا أنها تكتب في مثل هذا العمر، لكنها البركة. وهذا أبو العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه
الذي عاش طوال عمره غير متفرغ للتصنيف والتأليف، ولا شك بأن لا يخفاكم ما تعرض له رحمه الله تعالى، فإذا نظرت في آثاره العلمية علمت بأن هذا لا يمكن أن يصدر ولا يمكن أن يخرج هذه الكتب والمصنفات بمثل هذه الفترة الزمنية التي عاش، وإنما هي البركة من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بارك في عمر النبي عليه الصلاة والسلام وفي دعوته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لوحده، فبارك الله عز وجل في دعوته، ومضى في الدعوة 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. وانظر الآن إلى آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مليارات يعتنقون دين الإسلام ولله الحمد، وهذا يدلنا على البركة، فالله جل وعلا يبارك. قال ويزاد في رزقه، أيضا الزيادة نوعان، زيادة حقيقية بحيث يصبح الواحد اثنان، أو زيادة بركة في الرزق. قال فليبر والديه وليصل رحمه. إذن بر الوالدين وصلة الأرحام سبب من أسباب الزيادة في الرزق والبركة في العمر، أو الزيادة المدد في العمر والزيادة في الرزق. وعن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر. معنى ذلك كما ذكرت أنا قبل قليل بأن الله تعالى جعل الدعاء سببا من أسباب زيادة أن البر سبب من أسباب المدد في العمر والزيادة في الرزق، والزيادة في الرزق. قال ولا يزيد في العمر إلا البر، فمن بر والديه زاد الله عز وجل في رزقه ومد في عمره، سواء قلنا بالمدد الحقيقي أو بمدد البركة، أو الزيادة الحقيقية في المال أو بالبركة. وأيضا في أول الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، في هذا فائدة أيضا أن الله تعالى جعل الدعاء سببا من أسباب رد المقضي، لأن الأقدار على قسمين، قسم مبتوت فيه غير معلق بشيء، قسم مبتوت فيه غير معلق بشيء، مثل الموت هذا مبتوت فيه، لكل أجل كتاب، ولذلك العوام أو من الحكمة يقال تعددت الأسباب والموت واحد، والمقصود بأن الموت مبتوت فيه. وقسم معلق مثلا يعني كما ذكرنا طلب الرزق، مثلا طلب الولد، طلب العلم، ومن ذلك إطالة العمر مثلا اللي ذكرناه قبل قليل. فعلى القول الذي استظهرناه أن المقصود به إيش؟ مدد البركة، وهو أن يصل الإنسان رحمه. لكن هنا قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، وجاء في حديث آخر أن القضاء والدعاء يعتلجان في السماء، يعني يتصارعان، فجعل الله تعالى الدعاء سببا من الأسباب التي قد يرد الله جل وعلا بها المقضي، فقد يقضي الله شيئا ثم يدعو الإنسان الذي جعل الله الدعاء سببا فيرد هذا المقضي. وأنبه على عبارة منتشرة عند كثير من الناس، ومما يؤسف له أن بعض أئمة المساجد يذكرها في قنوت التراويح في رمضان: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه. وهذا غلط، هذا الدعاء غلط. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، كيف لا أسألك رد القضاء؟ يعني كأنه يقول يا رب
أنا لا أسألك أن ترد الموت، لكن أسألك أن تمرضني، مثل يعني هذا هو المعنى. أنا لا أسألك أن ترد عني الحوادث، لكن أسألك إذا حصل علي حادث أن تخفف عني مثلا. هذا غلط، لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك الإنسان إذا سأل الله تعالى شيئا أن يسأله من الخير كله عاجله وآجله، وأن يستعيذ به تعالى من الشر كله عاجله وآجله، ما علم منه وما لم يعلم. هذا هو المسلك الشرعي، هذا هو المسلك الشرعي. وبعض العلماء ذهب إلى معنى وهو في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، ذهب إلى أن معناه تهوينه وتخفيفه على العبد حين ينزل به. والمعنى إذا ابتلي الإنسان بمرض أو بشيء فإنه يدعو، وهذا الدعاء يخفف عليه، هذا الدعاء يخفف عليه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو ثم لم يدخل الجنة. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وفيه ترهيب لمن عق والديه أو لمن مات والداه ولم يبرهما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه. والرغام هو التراب، الرغام هو التراب، والمعنى لصق أنفه بالتراب. وهذا يشبه أن يكون دعاء عليه، يشبه أن يكون دعاء عليه بالذل والإهانة والصغار. رغم أنفه. وثانيا تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، يجري على القاعدة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال كلاما كرره ثلاثا، لا سيما إذا كان ذا بال. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بيان فظاعة هذا الأمر وخطورة العقوق. المسألة الأخرى أن من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة فهذا رغم أنفه. والقيد هنا عند الكبر مهم، وفيه تنبيه على أن حاجة الوالدين للولد عند الكبر أشد من حاجتهما إليه وهما في مرحلة الشباب، وهذا سبق التنبيه عليه. ولذلك الوالدان أو أحدهما يحتاجان إلى الولد في المرحلة السنية المتأخرة من حياتهم، وقد يكون في مرحلة الشباب غير آبهين يعني مسألة مساعدة الولد، لأنهما لا يحتاجان إليه. والبر الحقيقي والاختبار متى؟ لما يكون الوالدان في مثل هذه المرحلة السنية، هنا يأتي البر الحقيقي. ولذلك قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. وهل الإنسان لا يريد الجنة؟ الجواب لا، وإنما عدم برهما سبب عدم برهما كان سببا في عدم دخول الجنة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كما نبهت سابقا بأن المحك الحقيقي والاختبار الحقيقي للبر حينما يكون الوالدان أو أحدهما بأمس الحاجة إلى الولد. وتعلمون بأن الوالدان أو أحدهما لما يذرف إلى سن متأخرة يكون الولد قد كبر وربما تأهل وربما استولد وكانت عنده وظيفة، يعني أخذ شيء من وقته، الوظيفة والأولاد والزوجة والاهتمامات. ولذلك هذا هو الابتلاء، هذا هو الامتحان. ما موقفك مع والديك؟
يعني مما يؤسف له قصص والله تقطع نياط القلوب وتبعث الأسى والأسف والحزن في النفوس، يعني ما عليه أحوال كثير من الأولاد مع والديه، بعضهم يعيش في حي واحد ما يشوف والده من الجمعة إلى الجمعة، والسبب في ذلك يقول والله مشاغل والوظيفة والعمل، ولا شك بأن هذا خطير جدا، هذا خطير، يعني ما بينه وبين والديه إلا شارع، أو ما بينه وبين والديه إلا حي من الأحياء، فيتنبه الإنسان لابد، وإذا اشتغل أو انشغل يسترضي والديه، يسترضي والديه ويطلب منهما الإذن ويخبرهما بالحالة، يخبرهما بالحالة، يعني مسألة الوالدين مسألة عظيمة، مسألة عظيمة، ومثل ما ذكرنا بأن الله تعالى ما ذكر حقه في القرآن غالبا إلا وعقبه بذكر حق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وآيات كثيرة ذكرنا بعضها في المجلس السابق، ذلك ليس لك خيار آخر في التعامل مع والديك، يعني ممكن أصدقائك في خيارات، في خيارات، تصاحبه ولا ما تصاحبه، تزوره ولا ما تزوره، دعاك تستجيب ولا ما تستجيب، صح ولا لا؟ ممكن في خيار، ممكن تقاطعه ما في مشكلة، لكن أبوك وأمك ما في خيار إلا خيار واحد وهو بر الوالدين، ما في خيار ثاني، لا تحاول أن تبحث عن خيار ثاني حتى لو كان مشركين أو أحدهما مشرك، أبدا ما في خيار ثاني، ولذلك الله عز وجل قال وإن جاهداك، قال جاهداك ما قال دعواك، يعني دعاء مصحوب بجهد ومشقة وبذل وحرص، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لماذا؟ لأن هذا حق الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما في الدنيا معروف، يعني كونوا مشركين وكونهم يدعوانك إلى الشرك بحرص هذا لا يسوغ أبدا أنك تسيء أو تقطع الصلة بينك وبينهم، ولذلك أسماء رضي الله عنها أظن سيأتي معنا قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، وهي مشركة راغمة، يعني راغبة في الصلة، حاقدة على النبي، حاقدة على الإسلام، حاقدة على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، صلي أمك، الله أكبر، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن أمها عدو للإسلام وأهله، فلذلك من المهم جدا الانتباه إلى مثل هذا الأمر، وهي رسالة إلى الإخوة الذين يسلمون أو الأخوات اللائي يسلمن فيهجرون آباءهم وأمهاتهم ويقاطعونهم، وهذا غلط، هذا موجود الآن في بعض البلاد اللي يمن الله عز وجل على بعض الشباب بالإسلام فيذهب ويقاطع أهله، يقاطع أهله بالكلية ويقاطع والديه ولا يجعل هناك صلة، وهذا مخالف لأمر الله ولأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ديننا ولله الحمد دين سماحة، دين يسر، دين لا يخلط الأوراق، يضع كل شيء في نصابه، كل شيء في نصابه، ولذلك يوجد من الشباب من أخبرني بأنه عاد بعدما فهم هذه المسائل إلى والديه وأصبح يعني يصلهما ويخدمهما فأسلم في النهاية، تأثر بإسلامه ولله الحمد والمن. نعم. قال وعن جابر يعني ابن سمرة رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين
قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. نعم. الشاهد هو: من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، سواء كان الولد هو الذي مات أو أحد الوالدين هو الذي مات فأبعده الله. هذا الدعاء والعياذ بالله عليه بالبعد، والمقصود البعد عن الجنة، أبعده الله عن الجنة. نعم. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، إلا أنه قال فيه: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. نعم. قال: ورواه الحاكم وغيره من حديث كعب بن عجرة، وقال في آخره: فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت: آمين. نعم. قال: ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بنحوه، وفيه: ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأسحقه، قلت: آمين. قال: وعن مالك بن عمرو القشيري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله، وزاد في رواية: وأسحقه. نعم. هذه كلها الأحاديث تشير إلى خطورة أن يموت أحد الوالدين أو أن يموت كلاهما أو أن يموت الولد وهو لم يبر والديه. ولذلك إذا مات الوالد سواء كان أما أو أبا وهو غير راض عن ولده سواء كان ذكرا أو أنثى، أبعده الله وأسحقه. ولذلك بالنسبة لمسألة الوالدين يجب أن تكون شغل المسلم الشاغل وقلق المسلم الساهر، وأن يخاف من أن يلقى الله وهو عاق، أو يخاف أن يموت أحد الوالدين وهو غير راض عنه، أو أن يموت وهما غير راضيين عنه. هذا من أخطر المسائل، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولأجل هذا ما يدري الإنسان متى يلقى ربه، ما يدري. كثير من الناس يعض أصابع الندم ويذيب نفسه غما بسبب المفاجأة التي حصلت في حياته، مات أبوه هو كان عاق لوالده، وأبوه مات وهو غضبان عليه، ماتت أمه أو ماتت أمها وهي غضبان عليه غير راضية عنه، فأصبح يعني يعيش ألم وحزن ووجع ويعيش قلق، ما يدري ماذا يفعل. لماذا؟ لأن انتهى التكليف بالنسبة لمن مات. فكيف يلقى الله سبحانه وتعالى ووالده يعني غير راض عنه؟ لذلك الإنسان يحذر، ما يدري متى يتفاجأ هو بنفسه أو يتفاجأ بوالديه، فعليه أن يحرص على برهما ما استطاع إلى ذلك سبيل. والمسألة تحتاج إلى جهاد نفس، لا بد أن يجاهد نفسه. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين،
فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعنا الخروج. وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي. الحديث. وفي رواية للبخاري قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله عز وجل صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله عز وجل لهم حتى يرون منها السماء. وذكر الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم، فأصابتهم السماء فلجأوا إلى جبل، فوقعت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي، فجعلت لها جعلا، فلما قربت نفسها تركتها، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال ثلث الحجر. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرا فتسخطه ولم يأخذه، فوفرتها عليه حتى صار من كل المال، ثم جاء يطلب أجره، فقلت: خذ هذا كله، ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال الحجر وخرجوا يتماشون. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وهو يطلق عليه أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا غار بسبب شدة المطر، فسقطت صخرة فسدت فوهة الغار أو فم الغار، واختفوا في بطن هذا الجبل، فقال بعضهم لبعض: لا يعلم عنكم أحد إلا الله. صدقوا فيها، داخل جبل وانسدت صخرة عظيمة ما استطاعوا دفعها، فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. والشاهد ما هو؟ هذا الرجل الذي كان بارا بوالديه، ولذلك قال: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو اللبن، قيل اللبن في المساء، وقال: فنأى بي، تأخر بي طلب الشجر، ذهب يحتطب يوما فلم أرح عليهما حتى نام، لما رجع وجدهما قد ناما، يقول: فحلبت لهما غبوقهما، يعني اللبن،
فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. أهلا أو مالا، يعني ما أعطي هذا الغبوق لأحد أبدا، لا لأهل ولا لمال. قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، يعني وقف على رأسيهما ولم يجلس، وهذا من عظم بره، عظم بره رحمه الله. كيف كان بار بأمه؟ كان بإمكانه يضع الإناء على الأرض ويجلس، كان بإمكانه يضع الإناء ويوصي زوجته ويخرج، لكن أبى، أبى. هذا دلالة على أن بره حقيقي غير مغشوش، ليس بر كاذب. أن بعض الناس يقول لك أنا بار بار، لكن وقت الجد ينهزم. فقال والقدح على يدي أنتظر استيقاظهم حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. طبعا الرواية الأخرى قال والصبي يتضاغون يبكون تحت قدمي، يتضاغون يعني يبكون، مشهد عاطفي إن صح التعبير، مشهد عاطفي مؤثر. أولادها الصغار صبية يصرخون ويصيحون من شدة الجوع، وهو يرفض أن يستسلم من العاطفة الأبوية، ما استسلم لها، وذلك برا بوالديه. حتى استيقظ فجرا فسقاهم، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنه. وفي هذا الحديث مسألة عقدية، وهي جواز التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، لأن عندنا في أبواب العقيدة التوسل على ضربين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والثاني التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. والدليل هذا حديث أصحاب الغار، حديث أصحاب الغار، لأنه دعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم الثلاثة هؤلاء. فأنت تقول اللهم بحبي لك، بحبي لنبيك، بحبي لصحابة نبيك، بحبي لكتابك، أو تذكر شيئا خبيئا من الأعمال الصالحة التي بينك وبين الله عز وجل، فتتوسل إلى الله بها. والثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح أو المرأة الصالحة، أو المرأة الصالحة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يدعو بعضهم لبعض، النبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يدعو المسلم لأخيه المسلم. وجاء في حديث إسناده متكلم فيه محل نظر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما أراد السفر، قال لا تنسانا يا أخي من دعائك. الحديث محل نظر من جهة الإسناد، لكن القاعدة الشرعية يجوز أن يطلب المسلم من أخيه أو من الرجل الصالح، أو المرأة تطلب من المرأة الصالحة، أو يطلب الجميع من الصالحين أن يدعو لهم. هذا من التوسل المشروع. المسألة الثالثة، بر الوالدين سبب من أسباب النجاة من الكرب ومن المخاطر بإذن الله جل وعلا. فانظر إلى هؤلاء الثلاثة، وانظر إلى هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث لأجل الاستشهاد بقصته، أن الله تعالى نجاهم بسبب هذه الأعمال، ومن جملتها بر الوالدين، بر الوالدين. ولذلك بر الوالدين سبب من أسباب النجاة من المهالك ومن المصاعب ومن المفاوز. لذلك يوجد بعض الناس سبحان الله العظيم يقع في مشكلة فينجيه الله عز وجل وما يدري من أين، أن هذا من برك بوالديك. يقال له من برك بوالديك، أنا رأيت بأم عيني حوادث سيارات، أجزم أن اللي فيها ما خرجوا أحياء، بل ولم يخرجوا يعني سالمين، ميتين سالمين من حيث البدن. يعني اللي يرى الحادث يجزم على أن هؤلاء ما تستطيع، يعني مقطعين، ويخرج سليم سبحان الله، في خدش هنا ولا سليم. الله أعلم أن هذا بسبب بر الوالدين، بسبب بر الوالد، الله أعلم سبب ذلك، أو عمل صالح أو شيء بينه وبين الله. لأنك تجزم على أن صاحب الحادث هذا ما يمكن يطلع سليم. كثير من الناس يعني في مجاهيل الصحراء
ومتاهات المفاوز ينجيهم الله عز وجل بسبب الأعمال الصالحة. ومن أجل الأعمال وأفضلها بر الوالدين، والنصوص هذه صريحة فيها على أن بر الوالدين سبب من أسباب النجاة، ودعوة الوالد مستجابة لولده. نعم. قال: وعن أبي هريرة أيضا قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: وعن أسماء. نعم. حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني صحبتي. وجاء مصرحا به في لفظ آخر قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذا الحديث فيه ترتيب مسائل الحق بين الوالدين، يعني أيهما يقدم، أيهما يقدم، بر الأم أم بر الأب؟ الأصل أن الولد يبر والديه ويعدل بينهما في النفقة، في الزيارة، في المعاونة، في المساعدة، حتى في المشاعر، حتى في المشاعر. تقبل رأس أبوك قبل رأس أمك، تقبل يد أبوك قبل يد أمك، زين، تمازح أبوك مازح أمك، وهكذا. هذا المعنى. طيب، إن تعارض الحقان، تعارض الحقان وما يمكن يجمع بينهم، يعني الآن عنده نفقة وما يمكن النفقة هذه إلا لأحدهما، يقدم من؟ سفر، يقدم من؟ وهكذا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن للأم ثلاثة حقوق، لكن هل هذه الحقوق الثلاثة راجعة إلى البر أو إلى الطاعة؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه راجعة إلى البر والطاعة، أما الأب ففي الطاعة، وأما الأم ففي البر. في البر يعني بمعنى أما أبوك أمرك بشيء، والدتك أمرتك بغير ذلك، تطيع والدك، تطيع والدك. الآن عندك نفقة مثلا ما تستطيع أن تنفق عليهما جميعا إلا بأحدهما، تنفق على أمك، تبر أمك، هذا بر بالأم، بر بالأم. هذا إذا تعارض، هذا إذا تعارض. ولذلك بعض العلماء ذكر بأن هذا الحديث إنما يأتي في بيان الأحوال التي مر بها الولد من خلال حمل الأم، حملته وهنا على وهن، ووضعته وهنا، ووضعته في مشقة وألم، وربته، ولذلك استحقت هذه الحقوق الثلاث. مثل ما قال الأول، قال: بطنها كان له حواء، وصدرها كان له سقاء، وصدرها كان له غطاء، وحجرها كان له وطاء. وطاء. وأيضا الحديث الذي قال: جاءت فقالت: يا رسول الله، ذكرت كيف أحوالها مع هذا الجنين الذي جاء يريد أن ينتزعه منها. والمقصود بأن الأم لها البر والأب له الطاعة إذا تعارض، أما الأصل فهو البر، الأصل هو البر للجميع. وللأسف يعني بعض المفاهيم المغلوطة خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، ربما يفهم بعض الأولاد بأن البر المطلق للأم وأن الأب ليس له شيء، وهذا فهم مغلوط وتصور منكوس معكوس. كيف البر للأم فقط؟ ويريدون مثل هذه الأحاديث من دون التنبيه عليه، البر للأب وللأم. لكن مثل ما ذكرت قبل قليل بالنسبة للتعارض، بالنسبة للتعارض صحيح بأن للأم حق عظيم، لكن أيضا للأب حق كبير أيضا وعظيم، حق كبير وعظيم. نعم. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة
أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. نعم، هذا ذكرت أنا قبل قليل، وهو يشير إلى أن الإسلام جاء بتوفير الحظوظ وببيان الحقوق، وبأنه لا يخلط الإنسان الأوراق، لا يخلط الإنسان الأوراق ولا يعني يفهم الأمور فهم معكوس أو مغلوط. لذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق أمها ما زالت على الشرك، وما زالت أيضا من المناوئين للنبي عليه الصلاة والسلام. لما طلبت الزيارة للصلة والمساعدة مع ما تحمله من عداء، مع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تصل أمها. يعني هذا الحديث فيه مجموعة فوائد. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمنصب الفتوى، كما أنه يتصرف عليها بمنصب القضاء والإمامة والدعوة النبوة. يعني ثانيا يجب على الولد أن يصل والديه ولو كان مشركين. ثالثا تجوز الصلة للمشرك حتى ولو كان حربيا. ما معنى حربي؟ ها؟ محارب، يعني بينه وبينه يعني حرب قائم، إلا إذا استخدم هذه الصلة في إيذاء المسلمين، إلا إذا استخدمها في إيذاء المسلمين فلا يعطى. لذلك يوصى إليه ويتصدق عليه وغير ذلك مما نص أهل العلم على ذلك. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة وكمالها. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
بسم الله. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. قال: ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة إلا أنه قال: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. ورواه البزار من حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمرو، ولا قال: ولا يحضرني أيهما، ولفظه قال: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. نعم، هذا يدلنا على فضل البر، وأن بر الوالدين سبب من أسباب رضا الله. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين رضا الله وبين رضا الوالدين. ولكن لا بد من التنبيه على أن هذا لا بد أن يكون بحق، بمعنى أن الوالد سواء كان أما أو أبا، إذا كان رضاه متوقف على ارتكاب الولد معصية من معاصي الله فلا يطاع، لا يطاع، ولا يكون هذا من البر، لأن الله جل وعلا قال: ولا يعصينك في معروف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في الأمور المباحة وفي الأمور الواجبة والمشروعة فرضا الله في رضا الوالدين، فهذا ربط عجيب، مثل ما قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كذلك من أرضى والديه فقد أرضى الله، من أرضى والديه فقد أرضى الله. وإرضاء الوالدين ليس بالأمر اليسير ولا بالسهل، إنما يحتاج إلى مجاهد وإلى عمل وإلى مثابرة، ويحتاج أيضا إلى أن يكون هذا بعدم تأفف، لأن بعض الناس قد يبر والديه لكن يكون هذا مصحوب بشيء من التأفف التضجر، هذا قد يحزن الوالدين. لذلك إرضاء الوالدين يعني شيء عظيم جدا، فمن أرضى والديه فقد أرضى الله. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. نعم، هذا الحديث حقيقة مشكل عند أهل العلم، ولذلك هو جاء مرسلا، الحديث جاء مرسلا، ولذلك بعض العلماء ذهب إلى تضعيفه، ومن ضعفه لا يحتاج إلى أن يعني يتأول هذا الحديث، فما دام أن الإسناد ضعيف مع نكارة المتن على من يذهب أن بر الوالدين لا يمكن أن يكون سبب من أسباب تكفير كبائر الذنوب، فإنه قد ارتاح واستراح. الفريق الثاني قالوا بأن الحديث موصول مسند، ولذلك من صحح الحديث، ومن جملة من صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، قالوا بأن الحديث صحيح، صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال: فبره. وهذا مشكل حقيقة، يعني حتى على من صحح الحديث ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن مسألة التوبة، أما قال: هل لي من توبة؟ أعرض، فنقله إلى بر الأمهات وصلة الخالات، فقالوا هذا مشكل. فبالنسبة للذنب الذي ذكره قال: ذنب عظيم، كيف يكفره بر الأم صلة الخالة؟ ولذلك هذا من الأحاديث المشكلة. ولعل من ذهب إلى أن هذا الرجل، وهذا لعله أقرب ما يكون أن يقال في بيان معنى هذا الحديث، أنه هو استعظم هذا الذنب. تذكرون في المجلس السابق أو الذي قبله قول ابن مسعود وقول أنس: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات.
فلعل هذا السائل لما قال هذا الذنب ظنه أنه من الموبقات والكبائر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صرفه إلى البر. وعندنا الصغائر تكفر بأحد ثلاثة أسباب، من يذكرها؟ الصغائر تكفر بأحد ثلاثة أسباب: العمل الصالح، مثل الصلوات الخمس، أحسنت، رمضان إلى إسباغ الوضوء، جمعة إلى الجمعة، عمل صالح، ومنها بر الأمهات. ثانيا المصائب، أحسنت، الابتلاءات اللي يقع فيها الإنسان، يقع الإنسان بابتلاءات مكفرات. والثالث التوبة، التوبة. فلعل هذا، والله أعلم، أنا لم أقف، ما أخفيكم، ما وقفت على يعني شيء، لكن بجمع هذه النصوص ظهر لي هذا المعنى، والله أعلم، أن المقصود بأنه قال إني أذنبت ذنبا عظيما، فهو استعظم الذنب مع أنه صغير، يعني من اللمم استعظمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له بأنه يبر أمة. ولذلك لو ارتكب شخص ذنب عظيم من الذنوب العظيمة الكبائر التي تحتاج إلى توبة، فإنه لا يكفره بر الأمهات. فشروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإذا كان معصية ذنب مع مخلوق زاد رد الحق إلى أصحابه، التحلل من هذه المظالم، هذا الذي يظهر، والله أعلم. لكن عموما بر الأمهات سبب من أسباب تكفير الصغائر واللمم، وأيضا سبب من أسباب تيسير التوبة، ييسر الله عز وجل التوبة على هذا الخطاء. نعم. قال: وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. نعم. قال: وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. أحسن. هذا الحديث طبعا بحديث عبد الله بن عمر من طريق عبد الله بن دينار، وأيضا من حديث أبي بردة، فيه مجموعة فوائد. أولا أن الميت ينتفع ببعض أعمال الحي، ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء؟ يعني بعد الوفاة. قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء، والاستغفار لهم، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهم. وفي حديث آخر من حديث سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له سعد: يا رسول الله، إن أم افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فأمر بأن يتصدق عنها بالماء، فدل على أن الصدقة تنفع الميت في قبره. الأمر الثاني أن بر الوالدين لا ينقطع بالوفاة، وأغلب الناس الآن يعتقدون بأن بر الوالدين ينتهي بالوفاة، وهذا غلط. بر الوالدين باق ما دام الولد على قيد الحياة، فيبر والديه. طيب كيف يبر والديه؟ بهذه الأشياء الست اللي ذكرناها قبل قليل: الدعاء لهما، الاستغفار لهما، إنفاذ عهدهما، هذا مهم جدا، هذا من البر، أنك 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 لا تتلاعب بالوصية، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أيضا صلة الرحم التي لا توصل إلا بها، هذا من بر الوالدين. وإكرام صديقهم إلى درجة
أنك تكرم صديق الوالد أو صديقة الأم، هذا من البر، هذا من البر. لذلك نبه على البعيد، أشار إلى البعيد للتنبيه على القريب، أقارب اللي هم أرحامك، أرحامك اللي عن طريق الوالد، عن طريق الأب، أو عن طريق الأم. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ترجموه عمليا وطبقوه واقعيا. فهذا ابن عمر رضي الله عنه ترجم هذا الحديث إلى واقع، فلقد كان يسير في طريق فرأى أعرابيا فأعطاه وسيلة نقله، مثل السيارة الآن، الحمار كان له قيمة في ذلك الوقت، وسيلة نقل، فأعطاه لهذا الأعرابي وأركبه عليه، ثم أعطاه العمامة. لذلك طلاب عبد الله بن عمر عتبوا عليه، قالوا العمامة تقيك حر الشمس، وهذه يعني الحمار يوصلك إلى المسجد وإلى كذا. فقال، ذكر ابن عمر فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، أبو هذا وليس الولد، أبو هذا. وفي الحديث الآخر من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعد، والإخوان هنا تحمل على معنيين، الإخوة الأشقة لهم الرحم، والثاني المقصود الأصدقاء، وهذا الذي يظهر، لأن الرحم لا تحتاج إلى نص مستقل لما بعد الوفاة، والمقصود إخوان أبيه يعني أصدقاء أبيه. وإنه كان بين، وهذا يفسر الحديث، يقول ابن عمر لأبي بردة، وإنه كان بين أبي عمر يعني بن الخطاب وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. ولذلك من البر أنك تصل صديق الوالد، ومن البر أنك تصلين صديقة الوالدة بالهدية، بالسؤال، بالزيارة، بالاتصال، هذا كله من البر، هذا كله من البر. في هذا الحديث أيضا جاء في لفظ بأن الأعراب لما عتب أصحاب عبد الله بن عمر قالوا بأنه من الأعراب ويرضون باليسير، يعني بمعنى لو أعطيت الشيء اليسير رضي به، لكن ابن عمر أبى إلا أن يعطيه الشيء الكثير. نكتفي بهذا القدر، ودرس التفسير بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.